كايتا يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على الأسبقية؟ قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. يتصدى حارس المرمى للركلة، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الانقاذ. تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. يتقدم المسدد الثالث، تصدي غير عادي، حارس كالف، لعبها سهلة عند حارس المرمى، هذه ليست ضربة جزاء ناجحة. الدور الآن على ثالث اللاعبين، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة، ضربة مذهلة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة، توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح، كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. السنغال عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. السنغال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. أنهت هذه الركلة المباراة، لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك. لقد أظهروا روحا قوية في رأي المتواضع أثناء المباراة، لكن في أثناء ركلات الترجيح لم ينجحوا في السيطرة على أعصابهم. إلى لقاء آخر سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. مع خالصي التحية والتقدير مني محدثكم فادي الأتيب.